الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا المجلس هو آخر مجلس فيما يتعلق في باب الحيض، وتقدم معنا ما يحل وما يحرم للحائض، ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث معاذ فقال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. هذا الحديث تقدم معنا ما يتعلق به. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله حديث ضعيف، لأن فيه بقية ابن الوليد وهو مدلس وقد عنعن، وفيه سعد الأغطش وهو لين الحديث، فالحديث ضعيف. هنا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. تقدم معنا ما يتعلق بما يحل للرجل من امرأته وهي حائض من حديث أنس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فالرجل يجوز له من امرأته كل شيء إلا الوطأ، إلا الوطأ كما تقدم من حديث أنس. ورأينا أن ما يتعلق بحديث عائشة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض، قلنا هذا إما على سبيل الاستحباب فالمرأة تتزر وتستر مثلا ما بين السرة إلى الركبة، قلنا إما أن يكون هذا الاتزار على سبيل الاستحباب، أو يكون هذا الاتزار من باب تجنب ما يصيب الرجل ربما من دم حيض ونحو ذلك. الشاهد والحاصل أن الرجل يجوز له من امرأته كل شيء وهي حائض إلا الوطأ في الفرج، إلا الوطأ في الفرج. أما حديث معاذ وغيره من الأحاديث التي تقول بأن الرجل يحل له ما فوق الإزار، والإزار هو ما يغطي ما بين السرة والركبة، فهذه الأحاديث لا تخلو من كلام وضعف، لا تخلو من كلام وضعف، وتقدم تحقيق ذلك وبيانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالنفاس فقال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. رواه الخمسة إلا النسائي، وفي لفظ لأبي داود: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. حديث أم سلمة جاء ومداره على كثير بن زياد أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها. وأبو سهل كثير بن زياد رواه عنه رجلان، الأول علي بن عبد الأعلى كما هي الرواية الأولى، ورواه كذلك يونس بن نافع وهي الرواية الثانية. ويونس بن نافع لين الحديث، أما علي بن عبد الأعلى فوثقه البخاري وغير واحد من الأئمة، ولهذا كانت رواية علي بن عبد الأعلى أرجح من رواية يونس بن نافع. لكن هذا الحديث كما ذكرت مداره على أبي سهل كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة، وهذا الحديث فيه مسة الأزدية التي تكنى بأم بسة. هذه المرأة لا يعرف لها جرح ولا تعديل، هذه المرأة كما قال البخاري لا يعرف عنها غير هذا الحديث، وذكرها ابن حجر في التقريب وقال عنها مقبول له. والرجل أو المرأة أو الراوي إذا كان مقبولا فحديثه موقوف يصلح للاعتبار والشواهد، لا يرد ولا يحتج به وإنما موقوف
إلى غاية أن نجد له ما يشهد له ويعضده. فهذا الحديث بداية هو أقرب إلى الضعف، لكن له شاهد يصلح، ألا وهو ما رواه الدارمي عن يوسف ابن ماهك عن ابن عباس أنه قال: النفساء تنتظر نحوا من 40 يوما. فالأثر عن ابن عباس يعضد ويقوي ويشهد لحديث أم سلمة، وإن كان فيها كما ذكرت أم بسة. لهذا قالت أم سلمة: كانت النفساء، النفساء هي المرأة التي أصابها دم النفاس، والمقصود بدم النفاس هو الدم الذي ترخيه أو يرخيه الرحم بسبب الولادة، تارة يكون بعد الولادة، وتارة يكون مع الولادة، وتارة يكون قبل الولادة، لكن بشرط أن يكون مع الطلق والوجع والألم. المرأة تلد يخرج الدم إما مع الولادة أو بعد الولادة، أو ربما يخرج قبلها ويكون نفاس، لكن بشرط أن يصحبه طلق ووجع وألم للمرأة، علامة وأمارة على قرب ولادتها. الدم اللي يخرج حينها هو دم نفاس. قالت أم سلمة: كانت النفساء تقعد، بمعنى تقعد عن الصلاة والصيام زمن نفاسها مدة 40 يوما لا تتجاوزه، لا تتجاوزه. وفي لفظ لأبي داود، وإن كان كما تقدم من رواية يونس بن نافع: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. الآن نأتي عما يتعلق بهذا الحديث من مباحث. تقدم معنا أن الحيض على الصحيح لا حد لأقله ولا لأكثره، ممكن المرأة تحيض 15 يوم، ممكن تحيض 10 أيام، ممكن تحيض 20 يوم، فلا إشكال في ذلك، وممكن يتوقف لها النفاس عن يوم، ممكن يتوقف عن ساعة، ممكن يتوقف عن 5 ساعات. أما النفاس فجمهور العلماء على أن أكثر النفاس 40 يوما لحديث أم سلمة. ما معنى أكثره 40 يوما؟ بمعنى أن المرأة إذا نفست أو نفست وخرج منها الدم، هذاك الدم أحكمنا عليه بأنه دم نفاس، لا يمكن أن يتجاوز 40 يوما. لو تجاوز 40 يوما فإنه ليس نفاس، وإنما كما سيأتي قد يكون دم استحاضة وقد يكون دم حيض. أما النفاس لا يمكن أن يكثر عن 40 يوما وأن يتجاوز 40 يوما. فهذا هو المقصود من قول أم سلمة: كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على دم النفاس 40 يوما. أما أقله فلا حد لأقله، ممكن المرأة يمكث معها النفاس يوم، ممكن يمكث معها أسبوع، ممكن يمكث معها أسبوعين، ممكن يمكث معها نصف يوم، فلا حد لأقله. أما أكثره فله حد، ألا وهو 40 يوما. وتقدم معنا أن الدم الذي يقارن الولادة، الدم الذي يخرج مع الولادة أو بعدها فهو نفاس، وكذلك الدم الذي يخرج قبل الولادة، ولكن بشرط كما تقدم أن يكون معه وجع وألم الولادة والطلق، هنا يحكم بأنه نفاس، بمعنى أن المرأة تتوقف عن الصلاة والصوم حتى قبل ولادتها، ما دام أن الدم يخرج وما دام وجدت أمارة على الولادة اللي هي الوجع والألم، فيحكم على أنه نفاس. المسألة الأخرى التي تتعلق بهذا الحديث: إذا زاد الدم على 40 يوما. تقدم معنا أن النفاس أكثره 40، الآن هذه المرأة بعد 40 بقد دم يسيل، فما حكم هذا الدم؟ فنقول هذا الدم إذا وافق عادتها، المرأة تعرف من نفسها
أنه بداية كل شهر 6 أيام يجيها الحيض. بعد 40 وافق عادة المرأة في الحيض. بعد 40 دخلت في بداية الشهر. وبداية الشهر 6 أيام تاع بداية الشهر معتادة يجيها الحيض. فنقول بأن الدم الذي زاد عن 40 ووافق عادتها فإنه دم حيض. فتترك الصلاة والصوم ويحرم على الرجل جماعها. أما إن زاد الدم على 40 ولم يوافق عادتها فهنا نقول بأن هذا الدم دم علة وفساد، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، ولا إشكال في ذلك. هذا هو الخلاصة هذه المسألة. إذا زاد الدم عن 40 ليس نفاس قطعا، ما حكمه؟ فإن وافق عادة حيضها فهو حيض، وإن لم يوافق عادة حيضها فهو دم علة وفساد، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ولا إشكال في ذلك. الآن مسألة، قبل 40 توقف منها الدم، مثلا النفاس بقي معها 30 يوم ثم طهرت، بعد الطهر بمدة 2 أو 3 عاود جاها الدم قبل 40 جاها الدم، ما حكم ذلك الدم؟ فنقول إن وافق عادتها فهو حيض، وإن لم يوافق عادتها فهو دم نفاس، ما دام رانا تحت 40. المسألة الأولى من قبل الدم زاد على 40، الآن لا، في خلال 40 توقف الدم، ثم بعد مدة 2 أو 3 أيام عاود جاه الدم، ما حكم ذلك الدم؟ والأربعين مازال ما اكتملت. فنقول إذا ذلك الدم وافق عادتها، مثلا كان الحيض يأتيها كما ذكرت في أول الشهر، فجاءها في أول الشهر الدم، فنقول هذا دم حيض، وإن لم يوافق عادتها فهو دم نفاس، مازالها نفساء ما دام ما وصلتش للأربعين، ما دام لم تصل إلى 40 يوما. الآن مسألة أخرى، ما حكم لو ولدت توأمان؟ ولدت توأمان، ولدت الأول ولداته والدم يسيل، بعدها بيوم أو 2 أو 3 ولدت الثاني، ولدت الثاني، كيف نحسب 40؟ أو من أين نحسب 40؟ نقول إن بداية النفاس تبدأ، بداية النفاس تبدأ من الأول، اسم الأول الدم الذي يخرج بعد الأول دم نفاس، لا إشكال في ذلك. لكن نهاية النفاس، أعني حد 40، يبدأ من الثاني لا يبدأ من الأول. بمعنى مثلا ولدت الأول وبالدم يسيل، دم نفاس لا إشكال في ذلك، بعد 3 أيام ولدت الثاني، بقى الدم يسيل 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 يسيل، وصلت إلى مثلا 37 يوم والدم يسيل. لو احتسبنا الدم من الأول راهي كملت 40، لو احتسبنا الدم من الثاني لم تصل إلى 40، راهي 37 يوم، وبين الأول والثاني 3 أيام، فكيف نفعل؟ فنقول مزالها 3 أيام، لأن 40، لأن 40 بدايتها لا تحسب من الأول، تحسب من الثاني، تحسب من الثاني. لهذا لو حسبنا 40 من الأول لانتهت 40، لكن لو حسبنا 40 وبدينا نحسب النفاس من الثاني راهي في 37 يوم، فنقول تستمر حتى 40. فلهذا دم الحيض إذا ولدت توأمان يبدأ من الأول، لكن
حد الأربعين يكون نهايته من بداية احتساب الثاني، نهايته تكون من بداية احتساب الثاني. المسألة الأخرى، هل الحامل تحيض؟ هل الحامل تحيض؟ الظاهر والله أعلم هو قول المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه، أن الحامل قد تحيض، أن الحامل قد تحيض ولا إشكال، خاصة إذا وافق الحيض أيام العادة، خاصة إذا وافق الحيض أيام العادة لا إشكال في ذلك. روى الدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا رأت الحبل الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض، فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض. لماذا؟ لأن المرأة قبل الحمل ما كان يأتيها من دم فهو حيض، فهذا الحيض وهذا الدم الخارج منها خاصة في أيام عادتها الأصل أنه حيض. مجيء الحمل، مجيء الحمل لا يمنع منه، لا يوجد دليل يمنع من كون الحامل لا تحيض، لا يوجد دليل، فنبقى على الأصل ألا وهو أن الدم الخارج من المرأة خاصة إذا وافق أيام عادتها فهو حيض. فلهذا نقول إن الصحيح إن شاء الله من أقوال العلماء أن الحامل إذا رأت الدم خاصة في أيام عادتها فهو دم حيض، لا تصلي ولا تصوم ولا يطأها زوجها، لكن العدة تحسب بالحمل لأن الحمل أقوى من الحيض، لأن الحمل أقوى من الحيض ما يتعلق بالعدة، العدتها لا تحسب وهي حامل، تحسب بوضع الحمل لا تحسب بالحيض إذا حاضت وهي حامل، إذا حاضت وهي حامل. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. الآن الحامل تحيض كما تقدم بيانه، لكن إن كان سبب خروج الدم من الحامل ظاهر، مثلا امرأة حامل، امرأة حامل بسبب حادث نزل منها دم، بسبب أنها حملت حملا ثقيلا نزل منها دم وهي حامل، هذا الدم لا يحكم عليه بأنه حيض لأن سببه ظاهر، لأن سببه ظاهر. أما إن نزل منها الدم من دون سبب هنا نقول بأنه حيض كما تقدم. المسألة الأخرى التي تتعلق بالنفاس، النفس ما يحل ويحرم على الحائض هو نفسه ما يحل ويحرم على النفس. مثلا الحائض يحرم عليها الصلاة ولا تقضيها، فكذلك النفس يحرم عليها الصلاة ولا تقضيها. الحائض يحرم عليها الصوم وتقضيه، فكذلك النفساء يحرم عليها الصوم وتقضيه. الحائض يحرم على زوجها أن يطأها كما تقدم، فكذلك النفساء يحرم على زوجها أن يطأها. الحائض يجوز لها أن تفعل ما يفعله الحاج من إحرام، تحرم بحجة وعمرة، تطوف تقف بعرفة، ترمي الجمار، تقف بمزدلفة، تبيت بمزدلفة، كل شيء إلا الطواف بالبيت كما تقدم لا يجوز للحائض، فكذلك النفساء يحل لها ويجوز لها فعل كل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة، من المبيت بمزدلفة، من رمي الجمار، إلا الطواف بالبيت فكذلك النفساء، وكذلك النفساء يحرم عليها الطواف بالبيت. فالنفساء والحائض سواء، إلا في مسائل مثلا الحيض دليل على البلوغ، أما النفاس فليس دليلا على البلوغ. مثلا مثلا الحيض، النفاس، دم النفاس لا يعتبر من العدة، العدة لا تحسب على أساس دم النفاس بخلاف الحيض، فيحسب على أساس تحسب العدة على أساس دم الحيض كما هو معروف. المسألة الأخيرة التي نختم بها هي ما يتعلق بأي شيء يثبت حكم النفاس. قلنا النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، ولدت شخصا
وولدت طفلا لا إشكال فيه. صح. الآن امرأة أجهضت، تبين حملها علقة أو مضغة أو مخلقة أو غير مخلقة، تبين الجنين ولا لم يتبين الجنين، أجهضت، الدم النازل هل هو دم نفاس أم لا؟ نقول الظاهر أن ما وضعته المرأة مما تبين فيه الحمل على أي شكل كان فأجهضت، فالدم الخارج هو دم نفاس، سواء وضعت مضغة أو علقة مخلقة أو غير مخلقة، جنين تبين خلقه لم يتبين خلقه، تم خلقه لم يتم خلقه، نزل سال منها الدم، هو دم نفاس، هو دم نفاس. بهذا إن شاء الله نكون قد أتينا على ما يتعلق بمسائل الحيض والنفاس، وبذلك نكون قد أكملنا باب الطهارة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وأن يعلمنا. المرة القادمة إن شاء الله سنتصور بكم إلى كتاب الزكاة، إلى كتاب الزكاة، باعتبار أن هذا الوقت وقت إخراج الزكاة لكثير من الناس، فإن شاء الله تعالى نتصور بكم إلى كتاب الزكاة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يوفقنا، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.